هلا مليكيب، صباح خير عليكم، نهاركم زين، جمعه مباركه ان شاء الله. جيتكم فيديو جديد هذه المره من ولايه بشار. راني امام كنيسه سيده الصحراء سابقا، والان راه مسجد مالك بن الحويرث. شيد الفرنسيين إبان فترة احتلالهم للجزائر العديد من الكنائس لطمس الهوية والديانة الإسلامية. في سنة 1953 وضع حجر أساس كنيسة أطلق عليها حينها اسم سيدة الصحراء بالجنوب الغربي للجزائر. اختار لها المحتل الفرنسي الموقع الممتاز لتظهر للرأي والزائر للمدينة من جميع الجهات، وقد تم إنجاز هذا الصرح الحضاري المسيحي الضخم في حدود سنتين تقريبا من تاريخ تأسيسه. هذه ساحة أول نوفمبر داروها بعد المسجد، جاي في بلاصة هايلة تقريبا كل بشار تشوفه. زيت المعدنة طويلة، بعد ما كملوا البناء بدأ في العمل ككنيسة سنة 1958 وسموه كنيسة سيدة الصحراء. حضر حفل التأسيس هذا أعيان من مدينة بشار يومها من مسيحيين وعرب مسلمين ويهود على شرف السيد مارسل أسقف الصحراء، والذي صاحبه في هذا الحفل التأسيسي كل من أعلى أعيان الآباء البيض المسيحيين أوتشون صبي المذبح، السيد دانيال سيدي غارسيا، الرابي اليهودي الكبير شالوم أبي حصير، قاضي المسلمين ببشار يومها السيد محمد بسايح القرارجي النهاري، الباشا آغا الشيخ بن عبد الله الكرارمي، آغا البدو ببشار السيد سيبن جيما. كنيسة إلى مسجد سنة 1974، بعدما كانت تدق فيها أجراس الكنيسة المسيحية أصبح يذكر فيها اسم الله، والمعدنة تقول الله أكبر. كان فيها صليب، ردوه نيس طائرا حول الصليب خلاص، وداروا النجمة وهلال تعبيرا على الديانة المسلمة. وكانت هذيك الساعة كل 15 دقيقة تدق. شوفوا معايا كيفاش ولا نحاو الصليب من الداخل، مابقاش الصليب خلاص، كتبت بعض كلمات اسماء الله الحسنى والحمد لله راه يصليو فيها المسلمين، ولا باهي بزاف ما شاء الله. واصبح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه جل علاه. وهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تزوروا هذا المسجد اللي كان كنيسة. لا تنساوش تعطيونا لايك ومتابعة، ويعطيكم الصحة. السلام.